السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم؟ عامل ايه؟ اهلا بيكم في قناه يوميات ام زياد. والنهارده احنا جايين ناخد رايكم في موضوع ما تستغربوش ان احنا اللي بنقدم الحلقه وفي قناتها عادي، هو احنا بلطجيه بنصاحب اي مكان بنعمل اي حاجه. لا انت صحابات قناه حوارات 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 تعمل ايه عايزاه، كله يكتب في الكومنتات تحت حوارات حوارات تعمل ايه عايزاه، تعمل ايه عايزاه ليه؟ عشان ورانا جيش كبير قوي. عامة جيش ام زياد لو عنده اعتراض يكتب لي بردك في الكومنتات. جيش حوارات، احنا ورانا ابطال. ماشي يا ابطال. النهارده احنا رحنا جينا والله اقسم بالله العظيم بنتشرف في اي مكان. ما رحبتش بمرحبا. اتفضل يا حاجه الاول بعد اذنك. ازيكم عاملين ايه؟ انا طالع مع ام زياد. بصوا حلقه النهارده احنا عاملين ايه؟ نشهبكم على ام زياد. ام زياد النهارده احنا انا وحسن، حسن باشا هو كده حسن. معرفش كده بيبقى ايه كده حسن. روحنا جبنا جمبري من السوق ما شاء الله كبير كده، وقعد ضحك علينا في السعر بس يلا عادي ربنا يرزقه. طبعا جبنا الجمبري وجينا امي كانت عامله لنا قبل كده جمبري انا والحاج، ودخلنا فيه تحدي وفضلت احلف بيه تاني يوم. فانا جايبين الجمبري عشان امي تعمله لنا ونعمل عليه تحدي تاني بنفس الطريقه. ام زياد قالت انا موجوده وانا عايز اريح الحاجه وانا هوريكم بقى الشغل الجمبري. فبصراحه انا قلت لها ايه، انا بتكلم بسرعه ليه كده؟ بتكلم مش عارف مش عارف انا بقول انا اصلا متوتر انا متعصب انا بتعصب الموضوع مش مستاهل. قلت لها انت شاطره وزي الفل والاكل هيطلع منك حلو على دماغنا وعلى بس احنا متعودين على الجمبري بتاع امي، احنا متعودين على طريقه تانيه وهي بتعمله كده. ف السياحه الام دي مصر، دي مصر مصر ومصر والدنيا ام الزوج ممنوع الاقتراب او فاحنا خلاص احنا اتفقنا ان ام زياد هي اللي هتعمل الجمبري واحنا هنشوفه وهنشوف هيبقى فعلا زي اللي امي بتعمله ولا اوحش. مش هقول احلى بقى، يعني احنا بنقول هيبقى زيه ولا هنعمله يبقى زيه. ده احنا بس هيبقى في عقاب وفي ثواب. طب ما انا عندي اقتراح تاني. ايه؟ ماما عامله بطريقه اللي حابب يشوفها. انتوا منزلين طريقه عندكم في قناه صغيره. انا هعمله بطريقه ثانيه. المهم احنا ناكله ونتمزمز. ما انت هتتمزمز، هعمله بطريقه ثانيه برضه. بس بشرط انت لو ما عجبناش، لو ما عجبناش وكده كده يعني هجيب لي هديه. مش لو ما عجبناش مش هنعملها. اوكي لو ما عجبناش مش مش هتصور لك حلقات ثاني ولا مش حاجه ولا هتعمل لنا اكل. استنى بتقول ايه؟ لا 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 هتعمل لنا اكل ثاني. لا 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 ابن الوز عواد حقي ده بيتنططوا عليا. ابن الوز عواد مش هتعمل لنا اكل ثاني. لا لا عادي هتعمل بس برضك مش مش هنطلعها لكم على اليوتيوب تاني. احنا مش هنطلعها لكم على ماشي. انت اكلك احسن بس هما يعني هو يعني انا ما بعرفش اعمل الجمبري. لا انت متعلمه مني. انت احسن بس هو انا ما بعرفش ولا بعرف. لا خلينا نجرب ونشوف. ما انت هتجرب غصب عنك هتجرب اصلا. ابن الوز عواد مش هيعمله غيري. الدخله دي بتاعتها هي. يلا بينا نشوف الطريقه. يلا يلا بينا نشوف. لا 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 يلا بينا نشوف الطريقه عشان انا هعمل عليها شغل في المونتاج. يلا بينا نشوف الطريقه. يلا يلا بينا نشوف الطريقه. اوه هتعالى المره دي. يلا يا حبيبي بقى هنبدا نعمل الجمبري معانا. ده الجمبري الشكل بتاعي اللي انا جايباه. في طبعا جمبري جنبه اكبر من كده وفي اصغر من كده بس ده الحجم المتوفر عندي اللي انا جبته دلوقتي. طبعا حلقه الجمبري النهارده قلت ان شاء الله باذن الله لازم اعمله من اوله لاخره بحيث ان انا بتجيلي اسئله كتيره جدا بيقولوا لي يا ام زياد الجمبري بيكش، الجمبري بيتهري مني، الجمبري الجمبري مشاكل كتيره. فانا قلت لهم ان شاء الله انا هعمل حلقه للجمبري هنبدا من اول التقشيره لغايه ما نوصل للشكل الجميل اللي احنا بنحبه وعايزينه اللي هو المقلي المحمر الجميل والشكل الجميل. فاحنا هنبدا دلوقتي تنظيف الجمبري. اول حاجه انا هجيب الجمبريايه بتاعتي زي ما قلت لكم الشكل ده بيبقى هنا الراس اهي وده الظهر بتاعه وده البطن ده البطن وده الظهر. باجي من عند الظهر من فوق في فاصل اهو بين الراس بتاعت الجمبريايه وبين الجسم في فاصل اهو. الفاصل دوت هنا بيبقى فيه هنا عرق اسمه عرق رملي. طبعا العرق ده لازم نشيله لو مش شلناهوش هنبص نلاقي في رمل كده واحنا بناكل بيقرقش في بقنا وهيبقى عامل حاجه كده مش حلوه في الاكل فلازم يتشيل. ده اهم حاجه في التنظيف. فاحنا بنيجي من عند الفاصل ده زي ما بنشوف كده ومعايا طبعا الخله بتاعتي بجيبها بالشكل ده وبيبقى فيه جمبري فيه وفي جمبري مفهوش. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو يا حبايبي يا رب يكون واضح. ده كده الخيط الرملي ده اهم حاجه في الجمبري لازم يتشيل.
انا كده خلاص شلتها هركنها على جنب. واحده كمان بحيث ان اللي ما خدش باله يركز معايا، باجي هي من عند الفاصل زي ما قلنا بين الراس والرقبه والجسم، باجي من هنا كده بسم الله الرحمن الرحيم زي ما انتم شايفين كده يا حبيبي، ده العرق الرمل اللي احنا بنشوفه، بس دي شكلها واكله او الواحده ديت ومليانه رمل، دي يعني مش واكله قوي طالعه ما فيهاش كتير. فاهم حاجه زي ما انا قلت لحضراتكم كده العرق ده يتشال. طب بعد ما نشيل الكميه اللي معانا دي كلها هنعمل ايه؟ هبدا بقى انا عايزه اعمله القشر بتاعه هيتخسل وهيتعمل الخطه اللي هنقول عليها كمان شويه، وهعمله بحيث ان احنا لو عايزين نسلقه نعمل شوربه. طب افرض احنا عايزين نقليه وفي نفس الوقت عايزين شوربه بس مش عايزين نعمله بقشره، يبقى هنقشره زي كده، باجي من عند البطن هنا هو بيطلع زي القشر اهو، اكني بفصص توم كده او اي حاجه، بيطلع بكل سهوله مفيش اي حاجه، بقى بالشكل الجميل ده. طبعا عايزه تسيب الديل عشان يدي شكل ومنظر على السفره، بتسيبيه عادي، عايزه تشيليه بتشيليه. طبعا انا الجمبري ده بالشكل ده، فانا عشان ما اطولش عليكم انا هقول لكم الطريقه اللي انا بعملها علشان الجمبري ده ليه طرق كتيره. انا الطريقه بتاعتي انا اولا هقشره كله مش هسيب الديل، عشان انا الجماعه اللي عندي ما بيحبوش ولا قشر ولا ديل ولا اي حاجه فيه خالص، بنضفه خالص بالشكل ده وبحطه كده الجماعه اللي عندي فين شويه اي قشر عليه يقول لك لا ده ما تنضفش كويس، يا ابني ده افخم المحلات والمطاعم بتعمله كده وبيتفصص كمان وانت بتاكله كده بيبقى ازاز كابوريا زي ما بيقولوا، بس هم مش بيحبوا كده، فكل واحد على حسب رغبته. ممكن تعمليه وتسيبيه بالديل بيبقى مدي شكل كده، وممكن تشيليه على حسب رغبتك. طب يا ام زيد احنا عايزين نعمل شوربه جمبري، انت كده ما اديتناش فرصه ان احنا نعمل شوربه جمبري. هقول لك لا هنعمل شوربه جمبري، وانا هعمل شوربه جمبري برضه. هعمل ايه؟ بعد ما خلصت اقشر خالص واشيل العرق الرمل اللي احنا قلنا عليه، هجيب القشر والراس ده يعني اقولكوش بقى يتخسر كويس، واحط له الخل والليمون والحاجات بتاعتنا والتوابل اللي انا هعملها دلوقتي زي الجمبري بالظبط، وهغليه في الميه وهينزل شوربه. القشر والراس ده بيدي طعم جميل جدا والفوائد اصلا كلها فيه جميل جدا. هكومه بردك واغسله وهنضفه وهسلقه في الحله بتاعته يعني هنزل منه شوربه وهعمل منه رز جمبري وهعمل منه كل حاجه وطعمه جميل وخرافي. بس كل واحد بقى بيعمل حسب الناس اللي عنده على حسب ما بيحب. فانا نضفت يعني معاكم ووريكم خيط الرمل اللي بتشال والتنظيف، وعرفتكم لو عايزين تسيبوا الديل تسيبوه، مش عايزين عايزين تشيلوه كده زي ما انا عملت ماشي. خلاص يا جماعه بقى بعد ما غسلنا نضفت الجمبري وغسلته كويس وشطفته بالميه وبقى بالشكل الجميل دوت، طبعا انا صفيته كويس بالمصفى ما خليتش فيه اي ميه خالص، وجهزت له بردك التوابل بتاعته اللي هنعمل بيها التتبيله، عباره عن بابريكا وكاري ورشه قرفه، نص معلقه كمون ونص معلقه فلفل اسمر ومعلقه زعتر ومعلقه كبيره بابريكا ومعلقه صغيره كزبره ناشفه، ثوم بودر وبصل بودر ومعلقه ملح صغيره ورشه شطه حسب الرغبه يعني. دي التوابل اللي هعمل بيها التتبيله، وفي نفس الوقت بردك معايا توم فريش يعني طازه مفروم بالشكل ده وليمونتين كبار، معايا هنا بيضتين وكوبايه بوكسومات وكوبايتين دقيق وثلاث معالق كبار من النشا ونص معلقه ملح صغيره، طبعا هقلبهم على بعض. ده بالنسبه للكفر ودوت للتتبيله. فانا هركن دول دلوقتي وهبدا دلوقتي احط الجمبري في البوله، لا خليه هنا دلوقتي، نعمل اهم خطوه ان احنا نحط التوابل الاول والثوم الفريش، طبعا انا حاطه ثوم بودر وبصل بودر وثوم فريش بردك بيخليه حلو وجميل وبيديله ريحه حلوه، والليمون برده طبعا نيره بنتي الشيف بتاعي بتشيل الحاجات الادوات اللي انا بستعملها هي حابه تساعدني. طبعا انا شطفاه بالميه كويس وملح وخل، فانا ما حبيتش احط له خل تاني في التتبيله، استكفيت بالليمون. معايا هنا البيضتين يا جماله على التوابل يا حركاته، طبعا الريحه ما اقولكوش مش قادره اقاومها، خلاص مناخيري مش قادره من التوابل. طبعا انا حاطه له شطه علشان قناه حوارات بتحب الشطه وده معمول لقناه حوارات، بس الشطه دي حسب الرغبه. هبدا بقى اضيف الجمبري على التتبيله، طبعا بعد ما وصلته كده انا هسيبه 10 دقايق بالظبط، مش هسيبه في التتبيله اكتر من كده عشان ما يتهريش، لحم الجمبري ما بيتحملش. 10 دقايق عبال ما اعمل الرز واعمل شويه سلطه في ثواني كده،
هاجي بقى ابدا اعمل الكفر بتاعه واحمره وهنشوف مع بعض الشكل بتاعه وهنشوف بقيه الطريقه. يلا بينا. يلا يا حبايبي بقى انا جيت. انا طبعا زي ما قلت لكم 3 معالق نشا، كوبايه بقسماط، كوبايتين دقيق، معلقه صغيره ملح على الكفر اللي انا هعمله. هقلبه بقى كله مع بعضه. طبعا الملح ده عشان الكفر بتاعي يبقى يعني طالع كده طعمه جميل ما يبقاش دلك. واللحم بتاع الجمبري في التتبيله بتاعته اللي احنا شايفينها دي جميله. وطبعا النشا دوت بيسبب الكفر وبيخليه مقرمش كده وجميل، وبيحتفظ ما بيخليهوش يكش والكلام اللي انتوا فاهمينه ده. جمبري بيكش يخلطه ام زياد ويطنط ام زياد والحاجات دي. انا طبعا اخلص الكميه دي كلها بنفس الشكل، وبعد ما اخلصها بس انا هعرفكم عشان انا ابقى اشتغل ايه على طول انا كده بقى من غير الكمون. عندي بقى ايه، شايفين التتبيله اللي نازله ديت، باجي بقى في الاخر بعد ما بخلص الكميه دي كلها بنفس الشكل بجيب الجمبريايه وبحطها كده تاني في نفس التتبيله وبطلعها في نفس التوابل اللي انا عاملاها ديت وبنفس الشكل كده وبحطها ايه نفس الموضوع. يعني بجيب الجزء اللي انا اشتغلت بيه ده وارجع احطه تاني ايه في الصوص اللي هو بتاع التتبيله اللي نزل ده، ياخد من الطعم تاني بالشكل ده وارجع احطه هنا تاني ايه ياخد الكفر الوش الاخير. خلاص يا بنات انا خلصت كميه الجمبري كلها اهو، عملته بنفس الطريقه اللي انا قلت لكم عليها، عملت الكفر بقى بالشكل ده. خلصت الكميه اهي، يلا بينا بقى ايه نخش نقليه. طبعا انا هنا حطيت كميه زيت شافيه بالشكل ده وبسخن الزيت جامد جدا، دي اهم نقطه في التحميل عشان الجمبري معايا التحميل بتاعي يطلع حلو ويطلع ناجح. طبعا بحاول على قد ما اقدر ما اقلبوش كتير عشان الكفر اللي عليه ما يقعش. طبعا انا حبيت اعمله في حله صغيره زي ما انتم شايفين عشان كميه الزيت اللي معايا تبقى كتير. طبعا حبيبي شايفين هو محتفظ بالحجم بتاعه وما كشش خالص عشان الطريقه اللي انا قلت لكم عليها دي بتخليه طريقه حلوه ونكهه وصحي كمان معمول في البيت. حبايب قلبي ويا رب تكون حلقتنا عجبتكم، وايه رايكم في شكل الجمبري الجميل ده؟ والنبي مش يستاهل نوصل لكم لايك ده. عايزه اشوف بقى تعليقاتكم الجميله وتروحوا تقولوا لمحمد وتكبسوه ان ام زياد ست بيت شاطره ومدبره، واللي انتوا عايزين تقولوا بقى اللي عندكم قولوه. يلا ما تنسوش بقى الاشتراكات الجميله وتعليقاتكم وادوني افكار كده جميله. انا طبعا الجمبري عملته بناء عن طلبكم، وان شاء الله اي حاجه تطلبوها مني ان شاء الله ربنا يقدرني وهعملها برعايه الله.